السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من برنامج كلين شيت مع إبراهيم سالم، والجولات الخامسة والسادسة المؤجلة من مباريات دوري نجوم العراق. قبل ما أدخل بالتفاصيل نروح فاصل وراجعين. عبد الكريم، الكرة العرضية خطيرة، الله، الزوراء هذه المرة يؤكد التسجيل، يؤكد التسجيل. كريستوفر بنقل الكرة لمراد، مراد يحاول للزوراء، هل يسجل الثاني؟ الزوراء، جول جول، الزوراء بثاني، الزوراء بهدف ثاني في الدقيقة 91. عبود بالهقل، عبد الله مع الكرة اليمني، هناك الجهة اليمين، تقدم رمضان صديق، العرضية، جول، هدف لزاخو، هدف لأبناء الخابور. قطعت الكرة عند الدقيقة 19، تمريرة جميلة على محسن، انفرد على محسن، جول. رجعنا وياكم من جديد أعزائي المشاهدين، و تحليل مباريات زاخو القاسم، الزوراء نفط الوسط، الجوية، الكهرباء، حصيلتها 8 أهداف، كلين شيت 1 لجلال حسن. خلونا أرحب ضيوفي، كابتن نبراس، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بك كابتن. دكتور حسين، أهلا وسهلا بك، تحياتي لك، تحياتي لزميلي والجميع الأخوان الموجودين العاملين. احنا خلينا فقرة، يعني خلي أنا أحكي للمشاهدين، قلنا كافي نوم، كافي نوم بالنسبة للحراس، إضاعة الوقت، هاي الحالة السلبية اللي تكلمنا بيها الصراحة حالة أنا أعتبرها مو صحيحة. اليوم كان بطلها مصطفى عذاب حارس نادي القاسم، اللي دقيقة 36، 77 إنذار، 79 تنبيه من الحكم، هذه بداعي الإصابة. هذه الحالة سبق وأن تكلمنا، قلنا في كل جولة عندنا حارس يكون الأفضل بتضيع الوقت كباتن. هي حالة طبعا مرفوضة جدا بصراحة، لأن يعني احنا تعامل كرة القدم خلقت اصلا من اجل المتعة، فانت بكثرة السقوط راح تقتل متعة كرة القدم، راح تبعد الجماهير عن المشاهدة. دائما كرة القدم لازم تجذب الجماهير، شوف كل التحديثات بالقوانين الحديثة كلها تصب في مصلحة زيادة متعة كرة القدم وزيادة الاهداف وزيادة الوقت الفعلي للعب. اخير فترة طويلة والوقت المضاف على مود تزيد فترة المشاهد انه يشوف متعة كرة القدم. هاي الحالات بالاضافة الى تأخر الفار بالفترة الاخيرة وانه بيتسبب الحارس بالسقوط وضاعه الوقت، هاي تسبب الملل للمشاهد، تسبب ضياع متعه كره القدم. نتمنى انه ما تتكرر من كل الحراس، وهاي رساله موجهه لكل الحراس انه نبتعد عن هاي الحالات نهائيا ان شاء الله. زين، احنا لازم احنا مو دائما نطي حارس الشهر وافضل حارس طبعا يعني شو نسوي جائزه في حال ما افضل حارس ما يضيع وقت الحارس بس نايم، هاي موجوده بالدوري الايطالي، يختارون أسوأ لاعب بالشهر ويودوا له جائزه ويستقبلها بكل رحابه صدر الدوري الايطالي. دكتور حسين، شوف مصطفى قدم مباراه كبيره، خاصه في هذه المباراه كانت له افضل مستوى قدمه على طول هذا الموسم، يعني من بدايته لحد هذه كان افضل مستوى، لكن مع الاسف دائما احنا ما ننوه ببرنامج حضرتك تقول دائما احنا يا الشباب لا تضيعون هذه، ترى تقلل من قيمتك، تقلل من قيمه مستواك انت كحارس مرمى، تقلل حتى من شخصيتك امام الفريق المنافس، وبالتالي ما راح تعطيه حتى التقييم الكامل له. يعني مصطفى كان اليوم احنا نقيمه بافضل حال من كل النواحي، صح. ليس بالنواحي الفنيه وانما حتى بالنواحي مال تخير لعب وغيرها من الامور، كقياده، كشخصيه، هذه صفه من الصفات الشخصيه انا اعتبرها لحارس المرمى. احنا نتمنى من مصطفى وحتى من حراس الشباب اللي باقين، نتمنى بان هذه الحاله ما نشوفها هاي السلبيه، وخاصه احنا اليوم وجود يعني الفار، ترى الوقت ايش قد ما تضيع هو الوقت ينحسب عليك. اكيد احنا مع العلم اللي انا نوه له انه كان مؤثر مع فريقه في هذه المباراه. نعم، يعني مصطفى عذاب الصراحه. احنا من الحلقه السابقه اتفقنا انه ندخل باستماره التقييم مساله اضاعه الوقت. استماره التقييم حارس الجوله او حارس الشهر راح يكون من ضمنها، راح تنقص من درجات الحارس
عملية إضاعة الوقت، على مود نقضي على هاي الظاهرة السلبية. انتقل للحالات كباتن. كهرباء جوية 2-2 عمار علي دقيقة 15 كرة عرضية تسببت. هنا أشوف عمار علي مو هو اللي سبب ضربة جزاء، المدافع سبب ضربة جزاء، لكن عمار علي إحنا هنا إحنا قلنا يعاب عليه إنه بهاي اللحظة قبل خروج الكرة، الكرة بعد ما طلعت المهاجم سكن أو حاول يسدد، عمار سوى عملية بلوك، عملية ثاني الركبة قبل خروج الكرة، هاي حالة مرفوضة، عملية توقع، عملية توقع الكرة بمسافة 5 يارد 4 يارد صحيح 4 يارد منطقة تصدي مو منطقة بلوك، فعملية ثاني الركبة وعمل البلوك بدون رؤية الكرة هاي عملية مرفوضة جدا، أتمنى ما تتكرر، رغم أنه عمار علي عن الحراس الممتازين بالفترة الأخيرة وجاي يقدم مباريات جيدة، لكن هاي شوفنا منطقة 6 يارد بالضبط، منطقة 6 يارد بالضبط عمار علي عمل عملية بلوك بدون رؤية الكرة، فهاي الحالة مرفوضة جدا. يعني حالة استباقية للحدث. توقع. وهي مو منطقة بلوك كابتن، منطقة صحيح. البلوك احنا متفقين 2 يارد. صح. دكتور حسين عندك تعقيب؟ لا هاي يعني متفقين عليها انا وكابتن براس. دقيقة 18 تنفيذ ركلة الجزاء. شوف احنا اليوم كل العالم مخرجنا. انا اتمنى نشوف لان احنا عدناها اكثر من مرة وسبق وان شرحنا على ضربات الجزاء. يعني من خبرة عمار اللي اكتسبها من خلال المباريات اللي لعبها مع الفرق اللي مثلا سابقا المفروض يكون عنده خبرة واسعة خاصة بهيك حالة. احنا دائما شنو المهارة اللي قدمها اليوم عمار؟ عمار اول شيء كان وقفة الاستعداد مالته كهي وضعية جسم كانت بصورة غير صحيحة. الشيء الثاني انا اليوم عندي اليوم مبدأ قراءة اللاعب المنفذ إن كان ماخذ زاوية مائلة. أنت تقصد إنه القانون الجديد يعني حتى لو صدها كان ممكن تعال. شيء أكيد لأن أو. وعلى مود نوضح ليش إحنا عرضنا ركلة الجزاء. نعم كان كل الكيان ماله وكل وضعيته وكيان الجسم كان خطأ بالنسبة لعمار. هذه مهارة مهمة لتنفيذ صد ركلة الجزاء. هسا أنا ما عوفنا من اللاعب كشرحه وشلون إحنا نقرأ اللاعب، هذه مو مهمة، بس أنا كحارس مرمى شنو المطلوب من يمي اليوم من صد ضربة الجزاء؟ أول شيء أما إحنا طريقتين، أما طريقة هي خلف الخط بالتحرك وأنا أسبق أكثر مسافة، أما أبقى على الخط وأمد وين رجلي قدم مالتي قدمي إلى زاوية 45 أو باتجاه زاوية 30. عمار ذني كلهن ما عملهن مع الاسف. عمار وين راح؟ يقول لاحظ هسه زين، وانا اتمنى من عمار وحتى اخواننا الحراس وين سبق وين شرحناها كابتن ابراهيم اللي حارس عبد السليم ابو الكرخ عبد السليم حماد من قد قتيابة اذا ما داها كل صدق عبد السميع هذا مال القران فوين يروح؟ هو يقلب عمار عبد العزيز وهذا مو مدى جمع زين وين راح؟ راحت اول خطوه من تحرك وين؟ عمار راحت رجله قصر المسافة وبالتالي العفو كبر المساحة مال الكرة وبالتالي وين راح؟ قل هذه كبر المساحة والكرة بعيدة صارت عليه. كان المفترض من عمار يروح بزاوية 45 ويقصر المساحة على الكرة وبالتالي يمكن يرتد. احنا اليوم خاصة نتوقع ورحة التوقع للكرة وخاصة هاي الكرة مو بعيدة ولا صعبة بها قوة، كان بإمكان عمار لو مسوي التكنيك الصحيح لصد ضربة الجزاء كان عمار يمكن بامكانه يريد هذه صد الجزاء. اسالكم اثنينكم القانون الجديد في تنفيذ ضربات الجزاء يحتاج تدريب لو ما يحتاج؟ 100% يحتاج تدريب 100%. يعني هو الحارس متعود انه دائما يتحرك الامام، بالقانون الجديد منع هاي الحركه نهائيا. فعندنا حالتين، الحاله الاولى اما الثبات خلف خط المرمى وقيام بعمليه تحرك وحده، او مثل ما يسوون بعض الحراس العالميين انه خلف الخط باكثر من ياردة مثلا او ياردة اقل شيء، والتحرك على مود لحظه التحرك يصير رجله ثابته وين؟ خلف خط المرمى. عمار هنا سوى هاي الحركه الاماميه، اولا هو لو صادها كان انعادت، واحد. اثنين هاي الخطوه اللي اخذها للامام لو مستغلها وقت وين؟ للجانب، كان قصرت له المسافه بشكل كبير وين؟ باتجاه الكره. يعني هاي الخطوه اللي طلعت للامام بنفس الوقت كان تطلع وين؟ للجانب، كان قصرت له المسافه وكان وصل للكره، لان هو توقع الزاويه صح، عمل عمليه توقع صحيحه ممتازه، لكن هاي الخطوه اللي للامام ضيعت كل المجهود، وكان ممكن انه يتصدى بصراحه. ابقى وياي كابتن، 45 هدف الجويه الثاني. مشكله هذا الهدف. نا عمار شوف عده اخطاء بهدف واحد، اولا عمليه التحضير ما كانت موجوده نهائيا، عمار لحد لحظه لعب الكره لا تنعاد، لحد لحظه لعب الكره، لحد ما تحركت الكره هو ملتهي يوقف بجدار.
كابتن مون المسافة والزمن. مسافة والزمن كابتن، هي نجيها وحدة وحدة. أولا أنه ملتهي بالجدار وما ملتهي بالكرة، تحركت الكرة سوى عمار، بدأ عملية التحضير لحظة الشوت. شوف هنا من شوت علي جاسم لحد ما وصلت الكرة عمار لحد ما متحرك باوع، لحد ما متحرك. ليش؟ لأن كانت عملية التحضير جدا بطيئة. احنا دائما نقول بهاي المسافة، شوف شكل الجسد، شوف شكل الجسد، شكل الجسد عالي جدا أثناء لحظة التنفيذ. واحد عملية تحضير بطيئة، عملية شكل الجسد والتموضع خاطئة جدا. ثلاثة، والكارثة الكبرى اللي سواها عمار، أولا هو مس مركز باليارد بنص يارد، كان المفروض يتقدم للأمام أقل شيء ياردة ياردة ونص أو ياردتين. هاي واحد. اثنين، عملية الارتماء اللي كانت وين؟ اللي داخل الهدف، مشكلة كبيرة جدا. لازم عملية الارتماء وين تطلع؟ بزاوية 45 عمود يصير التصدي، قطع مسار الكرة بشكل كامل. كل الحالات اللي صارت بهذا الهدف خطأ، مسؤولية مباشرة طبعا حمد حارس عمار علي، مسافة أكثر من 35 يارد. شوف واقف تقريبا فوق خط الهدف بنص ياردة، المفروض بعد للأمام، المفروض شكل الجسد ينحني أكثر، المفروض عملية التحرك مو باتجاه الهدف، المفروض عملية التحرك باتجاه زاوية 45. دخل بالهدف، دخل بالهدف. نعم. لأن رجلة تحركت وين؟ رجلة تحركت وين كابتن؟ رجلة تحركت للداخل، بينما رجلة كانت تحرك وين؟ زاوية 45 على مود يقطع مسار الكرة، يكون أقرب للكرة من خط الهدف. هسه أنا شوية التمس العذر، التمس العذر العمار، أقول يعني كرة صعبة واحد نقول، لكن احنا نقول التحضير المبكر والمسافة والزمن. باع المسافة شو اللي يسوي الكرة مو صعبة؟ عندك وقت كامل للتحرك، وقت كامل 35 يارد، باع المسافة كلش كبيرة. لكن شوف الكرة وصلت لست ياردات عمار لحد ما محضر زين. انا اتذكر يعني اتذكر اكو بالاجيال السابقة، اتذكر بجيلكم واحد من الحراس المهمين كان بالمنتخب الوطني يعاني من هاي الحالة، انه بالست ياردات ما حيسجل عليه، لكن عنده مشكلة وين؟ بالكرات البعيدة. لا لا بدون ذكر اسماء، لكن اكو مرات يعني اكو حارس مثلا يجوز اكو مثلا بالنظر مشكله مثلا، لا سمح الله. لا اكو يجوز، بس يعني احنا مو نحكي على حاله عمار، نحكي بصوره عامه. هاي الحاله عمار تحضير بطيء، عمليه السقوط للخلف مشكله كبيره جدا سبب هذا الهدف. العفو، بس كل ما اتكلم به كابتن نبراس كله صحيح، بس انا عندي اضافه. اول شيء انا اتمنى من عمار، هسه اتكلم عليه وكنت قلنا على الحارس السابق، عمار ايش قد طوله وايش قد وزنه؟ عمار دا يعاني ترى من الوزن. عمار ابني انت عندك وزن زايد في هذا، ودائما ما جماعه الوزن دائما تكون عندهم قوه انفجاريه، لكن من ينقصون؟ ينقصون القوه المميزه بالسرعه بالانتقال. فانت وزنك يا ابني يا عمار دا ياثر عليك بالخطوات التنقليه، ما يصير عندك تنقلات، فخفف وزنك ابني، لان انت حارس مرمى ممتاز وحارس مرمى كبير واسم مهم بحراس المرمى العراق. انا اتمنى من يمك بين تقلل وزنك، لان انت طولك ما شاء الله يمكن اطول حارس مرمى بالعراق. هذه وحده. مثل ما تفضل كابتن نبراس وشرح الكل، اكو بالبدايه احنا اكو مهاره اسمها مهاره الاتصال. وين انت كنت في الجدار؟ وين كان في الجدار؟ يعني معقولة أنت ما تقدر تقود؟ يعني شوف وين كان. حتى أنت أكو حارس مرمى يقف في الربع الأول ويعمل جدار ويقول له يعني يا عمار يا ابني تقول له أوقف لي جدار، أنت المفترض من يمك هذا العمود ظهرك به وتوجه، أنت اللي تقود، أنت القائد وتوجه المدافعين، وبالتالي تروح تتمركز صح. والباقي كله اللي شرحه كابتن نبراس هذا مهم جدا وعلي أن يأخذ به. أشكرك دكتور. أبقى وياي. أنا بالنسبة إلي هسه إحنا مرات الجانب إحنا من أجل الحراس هذه الحالات طبعاً نعرضها طبعاً، لكن أنا عندي تصدي الجولة لعمار علي. أحسنت. دقيقة 90 زائد 3 هو يعني تصدي ممتاز رائع. هذا كابتن هذا. كابتن هذا اللي قلنا عليه هسه تكلمنا عليه بلوك. أنا وكابتن نبراس وأنت اللي تكلمت عليه. إحنا إيش قلنا؟ دائما ذولا لاصحاب الجسم اللي عندهم مزين دائما وين يتميزون؟ بالاوقات القريبه بالكرات القريبه بمن يتميز؟ يتميز بالقوه الانفجاريه. لكن بالكرات البعيده اللي دائما ما تكون سريعه، سرعه الانتقاليه مالته والقوه المميزه بالسرعه مالته شو تكون؟ تكون بطيئه، لان نتيجه اللي الوزن اللي حمله. فعمار دائما بالكرات القريبه ممتاز جدا، وهنا انا اشيد بعمار حقيقه. هاي الكره هي كرة النقطة، لو عمار ما مطلع هذا لا كان الفريق خسر، وخاصة في وقت تصدي ممتاز مهم، وقت يعني متأخر. فعمار هنا أنا حقيقة كفر عن ما بدر في الهدف
اللي قبل هذه اللي صار الهدف الثاني. كابتن نبراس، هذا التصدي طبعا مثل ما تكلمت انت، تصدي الجوله بصراحه، تصدي بيك عده عوامل. اولا شوف هنا مسافه الثلاث يارد، مسافه 2 يارد بين عمار وبين ايمن، هي هاي مسافه، مسافه البلوك. عمل البلوك عمار ونظره وين؟ على الكره. هذا سمح له، سمح له القيام برد فعل. احنا دائما متفقين رد الفعل يختلف عن السرعه الحركيه، السرعه الحركيه بكل الجسم، رد الفعل بجزء من الجسد. هنا عمار سوى البلوك وعمليه النظر والاتصال مع الكره، الاتصال البصري مع الكره مستمره طول الوقت، ما انه سهل عمليه رد الفعل بجزء من الجسد وانقذ هدف حاسم كان حسم المباراه. هذا زائد الثبات والتركيز يعني. بالضبط. محمد حميد تصدي دقيقه 40، مع العلم انه اني اشكل على محمد بهذه المباراه انه متنرفز، كان نرفز بصراحه، نرفز. كان عصبي وحتى خطابه ويا المدافعين كان بشكل عصبي جدا، يعني ما نعرف شنو السبب صراحه، لكن هذا التصدي ممتاز بصراحه، تصدي ممتاز جدا لمحمد حميد. شوف عمليه الثبات، عمليه القوه ممتاز. الانفجاريه، عمليه الثبات اللي خدمه بهذا التصدي شنو؟ لحظه التنفيذ كان متموضع بشكل مثالي، شوف لحظه التنفيذ كان شكل الجسد مثالي جدا، شوف لحظه التنفيذ، شوف عمليه الوقوف على الامشاط ممتازه جدا، عمليه مركز الثقل امامه، ما احتاج يسوي واحد اثنين، باوع ما احتاج ينقل لا من الواحد وسوى عمليه اصلا، والطيران الارضي، هاي عمليه الطيران الارضي من المهارات الصعبه جدا طبعا على الحراس، وايضا تعامله مع الكره، تعامل بالاصابع على مديب عدوين للمنطقه الامنه البعيده، تصدي مثالي جدا لمحمد حميد. تبقى وياي لو منه دكتور. يلا 59 هدف الكهرباء الاول اللي بدون حلول، يعني عبالك متفرج. نعم. ليش؟ شوف اول شيء خلينا نكون واقعيين، نوبات احنا تصير عندنا وين؟ شرود ذهني. اول شيء هنا لغه التواصل بينه وبين المدافعين، اني كل وجهي المفروض وين اني؟ لغه التواصل بيني وبين المدافعين، هذه لازم تكون موجوده. محمد حميد هنا اول شيء التمركز مالته خاطئ، لو نشوف محمد حميد موقع الكرة وهو وين رايح؟ رايح في منتصف المرمى، ما كان مسار مستقيم مع الكرة. احسنت. زين، كان المفروض من محمد ياخذ يعني يمكن بعد باليارتين يلا يوصل على مسار الكرة صحيح. حتى اللاعبين اللي موجودين المدافعين قدامه خاف يقول اني اقول هنا الرؤيه اختلفت. نعم. ليش الرؤيه اختلفت مالته؟ تدري وين؟ ليش؟ لان واقف وين؟ واقف مو بصوره، ما واقف بصوره خاطئه، لان ما متمركز صحيح، وبالتالي هذا التمركز اعطاء المن عدم رؤيه صحيحه والكره راحت بالهدف. لان كان هو يقول للمهاجم محمد من النوع الحراس اللي صاحبين خبره واسعه اضافه للتصديات خاصه بالكرات البعيده، لكن محمد كان في هذه الحاله غير موفق للتمركز ماله الخاطئ، لو متمركز صح كان بامكانه حتى يخرج هذه الكره، لان عنده محمد حميد هذه الامكانيه بهيج كرات، لان الكره تقريبا هي حتى نقول على يعني بعيده صحيح شويه. صحيح، احنا مرات نوصل على الحاله نوصلها يعني ما نقدر نطول بالشرح مالها، لانه هذه بالدورات التدريبيه ممكن ناخذ نعم. وقت، لكن نعم. كبرنامج اقصد 84 هدف الكهرباء. كابتن نبراس، محمد حميد بالبدايه كان يعني سوى كل شيء صح، عمليه تقريب، عمليه ثني الجسد، لكن يعني هو الهدف بصعوبه، لكن محمد حميد سوى حاله فقد كل التواصل مع الكره ومع الملعب ومع اجواء المباراه، هاي عمليه الدوران باتجاه الهدف مرفوضه نهائيا، هاي تتعلم بكل الفئات العمريه بكل الدورات التدريبيه. وليش انا بدي اركز على هاي الحاله؟ الحارس ما يصير يفقد تواصله ويا الكره، من انداريت باتجاه الهدف فقدت كل عمليات تواصل. محمد حميد اوكي الكره تطمت، لازم يسوي ثبات وعادت شمر من جديد، هو لو مسوي ثبات ومتجه باتجاه الكره من صدمه العمود كان هو اقرب من المهاجم، كان حصلها. شوف هاي عمليه الدوران باتجاه الهدف خلته يفقد كل عوامل التواصل مع الملعب، مع المدافعين، مع الكره. الحارس دائما نقول احنا نعلم بالفاتح العمري دائما شو نقول؟ الكره دائما بكل ارجاء الملعب تحت بصرك، ما يصير تفقد التواصل مع الكره طول ال 90 دقيقه، تمام؟ فمحمد حميد هنا فقد التواصل مع الكره، انطى شكل مو حلو. محمد حميد هاي عمليه الدوران والالتفاف وراح يدور على الكره، انطت فشكل كابتن. بس هسه مع ذلك محمد حميد. احنا دائما يعني وان نقول كحارس مرمى، لكن كتنظيم دفاعي ايضا سيء جدا، سيء جدا هو الجوي خاصه الجهه اليسار،
كانت معنا حتى هذه عبارة عن منظومة خط دفاع يعني عبارة عن منظومة ما ساعد الحارس هذا الهدف ما احنا قلنا الهدف صعب لكن هاي عملية الدوران باتجاه الهدف وعملية البحث عن الكرة وتحس انه نوع من التوهان صار بصراحة فقدان التوازن توهان ما نعرف شو راح نسوي احنا لو دائما نحافظ على عملية تواصل الكرة شنو راح يصير احنا نسوي ردود افعال لان احنا شنو نقول حراسة المرمى عبارة عن شنو عبارة عن ردود افعال لكن انا من افقد تواصلي مع الكرة شو راح اسوي رد فعل لان انا اصلا الكره ما اشوفها فهنا عمليه فقدان تواصل مع الكره سببت مشاكل كبيره جدا سبب كابتن نبراس هسه من محمد من تقول حتى ننتقل لمباراه الاخرى اي محمد هسه من تقول يقول لك ما هي لعبه الكره كره عرضيه لعبه وانا انتقلت وياها نعم انت انتقلت لكن ما تنتقل بهذا الدوران مالتك سوي ثبات وترجع احنا كمبدا ماخذين عالم حراسه المرمى كباتن انه ظهرنا ابدا ما يصير للملعب هذا قانون نعم يعني ظهرك دائما يفقد الرؤيه كامله هنا هي هاي الحاله لان محمد فقد الرؤيه محمد كحارس منتخب وخبره لكن كحركه وقلت لك اني من احس متنرفز صح يعني شويه حافظ هو يجوز احنا نعرف السبب اكو اسباب زاخو والقاسم 1-1 نعم هاي الحاله شوف الحاله مع العلم خلينا نثنى على مصطفى عذاب اول شيء اتصور قدم مباراه ممتازه احسنت احنا مصطفى قدم مستوى كبير في هذه المباراه وقلنا يمكن افضل مباراه له من بدا الدوري لحد الان اليوم نراجع وضعيه الكره العرضيه اللي صارت لعبه كره عرضيه كان متمركز ممتاز من مصطفى لكن هنا شنو اللي خلى الهدف يصير هنا يعني صعبه بصراحه على مصطفى اول شيء شوف وائل المدافع من اجى يقطع كره وين صار كل جزء وين صار على الحارس وبالتالي ادى الى اسقاط الحارس هنا الحارس مصطفى فقد كل توازنه سرعه رد فعله هنا صارت صفر وين الخطا بالضبط نشرح لمصطفى مصطفى خطا دفاعي خلينا نكون واقعيين كابتن ابراهيم وانا هسه وانا دا جاوب نيابه عن مصطفى عن مصطفى يعني ما يتحمل قصدي كابتن ابراهيم يلاحظ شوف هسه لاحظ بالاعاده شوف المدافع حسين هذا الولد اسمه حسين شوف وين راح حسين وقفته خطا حتى ملازمته للمدافع للمهاجم كانت خطا مع وين اجى كانما مصطفى هو المهاجم مو اخذ هو المهاجم فيتحمل الهدف 100% هو المدافع وليس مصطفى مصطفى سوى حل لكن عرقلت المدافع خلت مصطفى هذه وانا متاكد يوم مصطفى المدافع ما معرقله كان مصطفى بامكانه كان يطلع الكره احسنت الحاله الثانيه اعطيني اياها مخرجنا كابتن نبراس يعني احنا مثل ما ذكرت كابتن حضرتك مصطفى عذاب قدم مباراه ممتازه كان سبب رئيسي بالحصول على النقطه للفريق القاسم ونقطه صعبه ملعب زاخو تعرف احنا كنا نعرف اجواء ملعب زاخو من الملاعب الصعبه جدا ولكن فريق القاسم قدم مباراه ممتازه ومصطفى عذاب كان عامل مهم جدا عمليه قراءه هاي الحاله التناغم ويا المدافع تناغم اولا عمليه تواصل صح. واحد اثنين عمليه استغلال المساحه والزمن دائما نركز على هاي الحاله الكره مشتركه بها مسافه وزمن مصطفى عذاب خلال وقت انتقال الكره استغل الزمن وين لتقريب المسافه واخذ الكره احنا دائما نقول هاي الحالات تبين سهله لكن هاي الحالات نفسها تصير اهداف بالدوري في حاله الحارس انه قرر عدم الخروج بسبب قراءه خاطئه او عدم قراءه واقع اللعب هنا استغلال مثالي للمساحه والزمن قرار ممتاز بالخروج انهى الهجمه مبكرا ونقذ فريقه من حاله صعبه الحاله الثالثه نعم طبعا انا حبيت انوه انه يعني كثرنا بالحالات الحراس المرمى لقلة المباريات فقط 3 مباريات يعني ركزنا عليه تفضل نعم. دكتور نعم هنا ممتاز جدا طبعا المباراة صعبة مجموعة المدافعين كلهم قدام مصطفى في منطقة الجزاء اللي شنو اللي خلى مصطفى أكثر شيء شوف التواصل هنا احنا دائما ما نركز على التواصل تواصل مصطفى مع المدافعين وين أبعتهم أبعتهم على منطقة المرمى اللي قريبة عليه بين خط الستة وبين خط المرمى هذا اللي خلت مصطفى أول شيء أعطته تمركز ممتاز أعطته ثبات وأعطته تركيز عالي والتركيز اللي كان دائما اليوم بهذه المباراة مصطفى كان مركز تركيز جدا عالي حتى وضعية الجسم شوف مالته المصطفى كانت ممتازة وبالتالي مد بأريحية للكرة ومسكها والحلو مصطفى هذه المباراة كان عنده صاحب ثقة عالية كابتن ابراهيم والدليل بعض الحراس بهيج كره شو يسوي؟ يبعد كره لكن الثقه اللي عند مصطفى ادت الى حتى مسك الكره وهذا ما نحسبه المن الحارس المرمى في هيج وضع لا تحدي نفسه احنا نعم. انا لانه تعرف قريبين عليه الحراس
يعني من ضمنهم مصطفى هو من حراسك ومن اكتشافاتك عندنا. لا يعني هي هاي رسالتنا، انضغط حتى من الجمهور بدا يطالب انه يبعدوا من نادي القاسم، فهنا روح التحدي عجبتني بمصطفى عذاب. الحاله الرابعه هو احنا نريد ثبات بالمستوى. بصراحه ثبات المستوى منين يجي؟ من الحارس يكون عنده لغه طين الحاله عنده لغة الرابعه لغه ويا جسده لغه ويا تفكير الحارس شلون يحضر نفسه للمباراه ذهنيا بشكل عالي، شلون يصير ثبات بالمستوى؟ من انا اروح كل مباراه ما انطيها اكثر من قيمتها، احضر نفسي بشكل عالي للمباراه. هنا شوف عمليه ثبات ممتازه لحظه التنفيذ، احلى ما بالحاله هاي انه مصطفى لحظه التنفيذ وتنفيذ كان سريع بصراحه من المهاجم، لكن هو اثناء عمليه نقل التمركز كان محافظ على شكل الجسد، وعمليه التصدي كان شوف عمليه التصدي ابرز ما بعمليه التصدي انه قطع مسار الكره صح. قطع مسار الكره بزاويه 45، لان هاي الكره الكرات المائله كل ما تواجهها بخط بعيد راح تكون راح تكبر مسافه الهدف، راح تواجهها مسافه بعيده عن منطقه التصدي، لكن قطع مسار الكره يخليك اقرب لمن اقرب للكره، سرعه عمليه النهوض والمحاوله الثانيه لعمليه مسك الكره اداء مثالي جدا. ابقى وياي هاي الحاله الخامسه الاخيره لمصطفى، اعطيني اياها مخرجنا. شوف هذه عجبتني جدا، شوف حلو ممتاز. هاي الحاله الاخيره، الحاله يمكن السلبيه الوحيده طول المباراه لمصطفى عذاب. اولا مصطفى عذاب هاي قبل الاخيره قبل. يعني العفو بهاي الكورنر مصطفى عذاب شو نحاول نوازن به؟ نوازن من اختارنا انه حارس الجوله يعني المباريات هذه بالتاخير، فانطيته حاله ايجابيه وحاله سلبيه. هذه مصطفى خلوني اني شويه اسولف مخرجنا، هذه الحاله قدمت مباراه كبيره، اوكي ضغوطات عليك وعلى فريقك خارج ملعبك، جمهور زاخو كبير، فريق محترم، لكن مع ذلك يجب ان تكون قائد. هاي رسالتي لك، كمل كابتن. كابتن هاي العمليه شفناها، هاي اولا مقام بعمليه القفز بصوره صحيحه، لكن مهاره البوكس هاي يمكن اكثر من اربع خمس مرات مهاره البوكس، وان شاء الله بالحلقات التعليميه راح نشرح هاي مهاره البوكس. مهاره البوكس الكره ضربها منين؟ من الاعلى، ضربت بالمدافع كان ممكن انه ترتد الهدف. هاي الكره شلون يتعامل وياها؟ لازم ناخذ الكره منين؟ من تحت. الكره لازم تنضرب، هاي الكره لازم تنضرب من تحت على مود وين ترتفع؟ ترتفع لاعلى وتروح وين؟ بابعد نقطه. عمليه ضرب الكره بعمليه بمهاره البوكس من الاعلى راح تنزل وين؟ للاسفل، راح تروح الكره لمن؟ للمهاجم. فهاي مهاره البوكس مصطفى عذاب لازم تتطور بصراحه. شوف هنا عمليه لكم الكره وين؟ من الاعلى ضربت المهاجم. لو عمليه لكم الكره كانت من الاسفل كان راحت لمكان امن، لمكان بعيد. الحالة الأخيرة شوف هنا، بس قبل الحالة الأخيرة كابتن إبراهيم، قبل الحالة الأخيرة نعم على المدى اختصر إيه؟ كابتن نبراس كل الشرحة مضبوط، خلت عدم اللكم أول شيء وقفة الاستعداد كان مالته بصورة صحيحة وعدم مهاجمة الممتازة الكرة. شوف الرشاقة، هذا ممتاز. شوف أول شيء مركز كان تمركز ممتاز جدا، التركيز الذهني كان جدا عالي، إضافة للثبات وهيكلة الجسم إن كانت شوفين كل مركز ثقله وين هو متحكم به. بعدين اللي عمله مصطفى قوة انفجارية إضافة للإيد المعاكسة، وإحنا دائما نقول كلمة طول ذراع الإيد كلمة تكون شنو الدفع يعني أقوى، كل ما يكون ذراع اللي عندك أطول كل ما شنو يكون عندك أقوى أكثر. فمصطفى حقيقة كان متميز جدا، اضافه يعني مصطفى مو بس دافع عن مرمى، احنا عندنا دفاعين، دفاع عن المرمى ودفاع عن منطقه المرمى. فمصطفى غير هاي الحالات، احنا كنا نتمنى اكو حالات اكثر بعد، كان دائما ما يهاجم وين منطقه المرمى ويدفع بالكرات العاليه. اضافه مصطفى لان اليوم هسه يقول هواي تكلمتوا عن مصطفى، بس حقيقه مصطفى اط مباراه جدا عاليه واطانا فتح حالات مميزه، يعني اتمنى كل الحرس يسوها. حتى التكتيك الهجومي كابتن ابراهيم مصطفى كان مميز بالاستلام والتسليم، ويلعب كان من بناء اللعب او بالملعب الوسط او حتى بالثلث الثالث، كان ممتاز جدا. حارس زاخو علي كاظم، الحاله الاولى كابتن ابراهيم اعطيني علي كاظم. استمرار لتعلق علي كاظم بالمباريات السابقه بصراحه. شوف عمليه تمركز اولى، هذه عمليه رجوع الخلف كان المفروض ينتقل مع مسار الكره، لكن عمليه رجوع على الخلف هنا بس نشكل بهاي الحاله على عمليه رجوع الخلف. هاي عمل انت علي كاظم متمركز بصوره صحيحه، من انتقلت الكره مجرد بس نقل تمركز، عمليه رجوع الخلف راح تخسرك وقت
راح تخسرك رد فعل، راح تخسرك عدم قدرة على الارتماء نهائيا، وهذا اللي صار انه ما قدر ترتمي. ليش؟ لان عملية رجوع الخلف دائما نتفق انت اثناء عملية رجوع الخلف راح تفقد كل المميزات، راح تفقد الثبات، راح تفقد عملية التصدي، راح تفقد عملية رد الفعل. لا هنا مو كان هذا الرجوع الخلف، كان شنو؟ كان عملية تنقل مع مسار الكرة تقدر تتصدى بأي لحظة. حالة ثانية دكتور حسين جبار. نعم. كان ممتاز جدا، ثبات، تركيز، قلق الزاويه القريبه، هذه من اضافه للمهاره المسك. احنا اكو بالحلقه السابقه في الجوله السابقه عليهم نتكلمنا احد الحراس وين عمل اللي ابو الميناء ابو النفط البصره لا حسام مهدي. ابو نفط حسام مهدي ونفط البصره، دائما احنا قلنا هاي نعلمها وين بالاساسيات حراسه المرمى بالاشبال بالناشئين بالبدايه. علي كان أول شيء ممتاز جدا، كان التركيز، الثبات، قلق الزاوية أو بالتالي المسك، مسك الكرة، يعني رغم صعوبة يعني الأرضية وصعوبة قوة الكرة، لكن علي كان ممتاز جدا نتيجة التركيز العالي اللي عنده. حالة الثالثة مخرجنا. بهاي الكرة لو بس بسوي عملية توقع بسيطة كان صار مشكلة. حالة الثانية. هنا علي كاظم، شوف هنا اللي حكينا علي قبل شوية بحالة عمار علي، يمكن التحضير المبكر، التحضير المبكر يوفر لك وقت كبير جدا يا شباب. انت كل ما دخلت الكره بمرحله منطقه ال 40 يارد انت تبدا عمليه التحضير، مهما كان مسار الكره، مهما كان موقع الكره، لان اكو لاعبين بالدوري العراقي وحتى بكل العالم يسدد من اي مكان، من اي مكان تلقاه حضر حتى بدون تحضير وشوت. اكو حالات كرت عندنا بالجولات الاخيره، عمليه التحضير المبكر تغنيك عن كل هاي المشاكل. انت من حار لاعب، شوف لاعب مسافه بعيده 30 تقريبا 30 يارد، لكن علي كاظم اللي خدمه شنو؟ انه اللاعب من اثناء مسيره الكره علي كاظم محضر بشكل كامل. شنو التحضير؟ التحضير انا مركز محشد كل قواي، محشد العمليات البصريه والعمليات العضليه كلها باتجاه مسار الكره، ووضع الجسد التشريحي بصوره صحيحه، خلاص عمليه تصدي ممتازه، حتى عمليه تصدي من بعدة المكان. الطين الرابعه كابتن براس بقوي يعني. نفس الحاله بالضبط، نعم. وين الخطا؟ انا بصراحه غير ان الحارس هو اللي قرا انه الكره، انا شفت الكره، شوف هنا عمليه انخفاض الكره. على فكره هذا اللاعب المحترف يتميز بالشوت بالضبط، اللي يسجل على الحدود نفسه، على الحدود نفس اللاعب ومن نفس المسافه من نفس المسافه تقريبا، لكن علي كان محضر مركز بشكل عالي. حتى عمليه الابعاد بالبوكس انا اشوف انه كانت ممتازه جدا بصراحه، قرار يعني القرار ممتاز، خلاص انت اتخذت قرار الابعاد، نفذ الابعاد بصوره كامله، اتخذت قرار المسك امسك، عمليه الابعاد والابعاد بشكل بعيد جدا يعني الكره انا اعتقد مسارها انخفضت، من سوت عمليه انخفاض هو شاف انه صعب المسك فقرر الابعاد بالبوكس، وهذا شيء مثالي جدا. هو يا ساك واحد على الخامسه تفضل دكتور، اكو قسم يقولون يابا انتم دائما تشرحون الابعاد يكون من الجانب، نعم، لكن بهاي الحاله من الصعوبه هاي يعني الحاله الابعاد اللي جانبين الكره اجت وين؟ صاعده نازله. هذه هي الحالة، شوف احنا لانه كثرنا، وايضا شوف القدم اليمنى ايضا طبعا هنا بالهدف. شوف هنا كان التمركز مالته يعني كزوايا انا اقصد ممتاز جدا، لكن شنو اللي ارتكب الخطا علي كاظم؟ العودة للخلف، هو العودة وين؟ على خط المرمى دخل إيه؟ على خط المرمى، زين هذه وجاية للجانب الكرة، لكن هو ما يقدر يسوي اي، كان ما يقدر اي شيء، حتى اذا اجت ارتداد بايده وين تروح؟ تروح بداخل المرمى 100%. زين فكان من علي كاظم بس دائما وين يتقدم، احنا دائما احنا نقول للحراس مرمانه لا ترجعون للخلف، هذه تفقد الحارس سرعه رد الفعل. زين فنتمنى جميع اخواننا حراسنا ابنائنا دائما ما تنسوا، راح اضغطكم بالاخير. اوكي حال السادسه عندنا وقت قاعد يلا كابتن ابراهيم علي كاظم، شوف احنا دائما نقول عمليه استغلال المسافه والزمن شوكت الكره مو بحوزه المهاجم، كرة من مشتركة، الكرة من بالمسار بالطريق، انت شو تسوي؟ عملية استغلال المسافة والزمن، لكن من تكون الكرة بحوزة المهاجم 100% شو تسوي؟ عملية صبر زائد عملية تقريب بسيطة، وهذا اللي سواه علي كاظم، صبر ما اتخذ خطوات كبيرة، لان هاي الخطوات الكبيرة بعد ما تخليك تتصدى، سوى هو عملية تقريب مع الحفاظ على مسافة الجسد وشكل الجسد، سوى عملية بلوك ممتازة، لكن الحظ خدم المهاجم بهاي الحالة. توفيق بس الهدف يعني ما اعتقد يتحمله، سوى عليه توفيق أبداً سوى كل شيء، لكن هي هاي توفيق يعني مساله او نسبه من الحظ انه الكره اصطدمت بالمهاجم ورجعت له وصارت امامه والهدف مفتوح، هنا علي كاظم سوى كل شيء، نعم. سوى عمليه بلوك، عمليه تقريب، لكن بي نوع من الحظ هنا توفيق.
ننتقل لمباراة الزوراء ونفط الوسط 2-0. نعم. علي كاظم قطفان، صراحة أنا أحب أنوه لحالة قبل ما ينتقل لدكتور حسين، أنه أي حالة للحارس جلال حسن ما موجودة الصراحة، وأنا أعتبرها هو مو انتقاد، عشان مباريات نفط الوسط ما مسجل هدف، فأعتقد هذا نتاج يعني دليل أنه جلال حسن ولا أي حالة قدرنا نحصل ضعف هجومي واضح. الحالة الأولى علي كاظم قطفان. نعم. شوف هنا لو نجي موقع الكرة والتمركز مال علي، التمركز كان ممتاز جدا، لكن الخطوات اللي سواها والخروج. هنا بهيج كرات ما دام قريبة علينا وسرعتها يعني أكثر بها سرعة، ونفس نحسب الوقت هنا الأجزاء الثانية يعني وخطوات علي كاظم تكون صعبة بصراحة هيج خروج. دائما انا بهيج حالات الكره سريعه وانا ما اروح، انا ليش رحت؟ على شنو علي راح؟ لا هو مثلا راح يقدر مثلا ياخذ يلحق على الكره وقتها ولا كذا، انا دائما وين؟ اصير بدائره نصف قطر دائره، دائما وين انتقل؟ انتقل اغطي الزاويه حسب مسار الكره، اغطي الزاويه كدائره واغطي احنا باختصار زاوية دكتور. نعم. باختصار يعني هذه الحاله انا اتصور شو يسوي لها علي كاظم؟ انا شنو سوى؟ احنا باختصار 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 دي. علي كاظم شوف ايش سوى، احنا دائما نقول لا تاخذ قرار تطلع وترجع. اما اخذ قرار وانا وين انفذ القرار، اما انا وين اغطي زاويه اليمين، هذا وين راد يدافع؟ يدافع عن منطقه المرمى. انتقل للحاله الثانيه، لكن انا هم الوم المدافع، وين اكو مدافع ما ياخذ لاعب هنا؟ طبعا كابتن، كل الاهداف تتدخل بين المدافعين. الحاله الثانيه كابتن نبراس راح اضغطكم. انا بصراحه هنا اكو اعاده خلفيه توضح الامر، هذا توضح هذا الهدف. علي كاظم استمر بعمليه التنقل لحد لحظه التنفيذ، وهذا الشيء خاطئ بصراحه. شوف عمليه التنقل لحد لحظه التنفيذ الكره بصفه ما قدر يسويها، لازم علي كاظم اثناء عمليه التنقل باللحظه اللي توصل الكره للمهاجم لازم شو يسوي؟ يسوي ثبات مع الحفاظ على التموضع. علي كاظم استمر بالتنقل والكره وصلت لراس المهاجم، وعلي كاظم سوى خطوه زايده خارج الهدف. علي كاظم لو بس مسوي ثبات كان حتى مسك يجيب هاي الكره شويه، لكن استمرار التنقل اثناء لحظه التنفيذ سوى له مشكله. احسنت. الحاله الثالثه دكتور. نعم. انا اتصور الهدفين يتحملهم المدافع يمين، هاي احنا يعني وجهه نظري لازم، احنا مو كل شيء على الحراس، بس استعجل لي باختصار جدا. نعم. ما نعم عندي نعم دقائق. نعم. شوف هنا الحاله هي ازى شيء هنا كلهم، شوف هنا هم نفس الحاله، نفس الحاله تكررت عند علي. انا شفت علي دائما لان الظاهر يعني لان الزوراء يمتازون بالكرات العرضيه زين، فعلي كان دائما ما يريد بس يطلع وين يدافع عن منطقه المرمى، وهذه استعجل، هم استعجال قرار من هذا دائما وين احنا عندنا استعجال بالقرار، لكن التنفيذ صعب بصراحه. اشكرك. وهي الحاله النوه دائما للحراس، الحراس ثبات ثبات بالمستوى، ثبات بالمستوى، يجي بالمباريات الجماهيريه يخطا اخطاء ما لها داعي. انا اعرف السبب، السبب اعزي انه عمليه تحفيز اكثر من اللازم، الحاله النفسيه، عمليه تحفيز بالحاله النفسيه، مباريات الجماهيريه تخص بالضبط نظريه حرف يو المقلوبه، كلما زاد عن حده انقلب ضده، دائما تعطي نفسك حافز اعلى من المباراه واعلى من اللازم راح تخطئ، وهذا ياثر على شنو؟ ياثر على العمليات العقليه والقرارات. التحفيز الزايد يا شباب ما له داعي، مباراه الزوراء حالها حال اي مباراه بالدوري، انت تريد تظهر قدام الجماهير، هذا التحفيز الزايد ما راح يخليك تظهر بالصوره الصحيحه، دائما انطي المباراه على قد حجمها الطبيعي. اشرح لي اشرح لي. هنا ثبات بالمستوى، هنا ثبات بالمكان لحظه التنفيذ، ترك هنا. شوف اللي حسم هذا الموقف كله عمليه التمركز الاول، كان متمركز بصوره صحيحه، انطاه الوقت الكافي انه عمليه الابعاد بالبوكس وكانت مثاليه جدا. هذه الحاله الاخيره بحلقه اليوم دكتور حسين. هنا شوف احنا قلنا دائما ما خاصه بالكرات اللي دائما مواجهه، اول شيء علي ممتاز جدا، كان مهاره الاتصال مع الجدار كان ممتاز جدا، وقت الجدار يعني ممتازه من ناحيه اللاعبين، التسلسل من الاعلى الى الاسفل خاصه اللاعب الثاني والثالث كان دباعته ازيد من حاله. التنقل مال علي ممتاز جدا واستغل الوقت مال الكره، وبالتالي الابعاد مالته كان بصوره ممتازه باثنين دي، انا يوم رايح بايد وحده كانت تروح بالمرمى، خاصة هيك نوعيه كرات كابتن ابراهيم احنا نلعب بها، اليوم تغير وزنها وتغير جلدتها، فقطت ارقام السرعه واضافه للحركه، اما تروح يمين يسار اما للامام ولا اعلى، فتصرف علي كان ممتاز جدا بالابعاد بثنين ايدي.
أنا شاكر حضوركم كباتن. شكرا جزيلا كابتن براس سلمان. شكرا جزيلا. نورتنا دكتور حسين جبار. شكرا لك. رغم ضغطتنا اليوم على السريع. لا مو هي الحالات، احنا لانه ثلاث مباريات فكل حارس اكثر من حاله، يعني خمسة الى ستة. شكرا لك كابتن. اما انتم اعزائي المشاهدين، التقيكم في حلقه قادمه من برنامج كلين شيت والجوله القادمه من دوري نجوم العراق. تحياتي.